الافريقي المصري، لازم نقول كده. مبروك لنادي الزمالك، مبروك لكرة اليد المصرية، هارد لك للنادي الاهلي. مباراة كانت قوية، مباراة شهدت الاثارة، مباراة شهدت المتعة بكل معاني الاثارة والمتعة. ولكن هي دي الرياضة. ينتهي اللقاء بفوز نادي الزمالك ويحصل على اللقب الخامس للسوبر الافريقي على حساب النادي الاهلي. عمل مباراة كبيرة نادي الاهلي، عمل مباراة كبيرة نادي الزمالك، لكن وجهة نظري الصغيرة انه رجل المباراة في هذا اللقاء هو علي محمد حارس مرمى نادي الزمالك، حقيقي عمل مباراة كبيرة. عموما نطير سريعا للاستوديو التحليلي والزملاء الاعزاء كابتن هيثم وكابتن طارق محروس وكابتن احمد العطار للوصف والتحليل التفصيلي لاحداث هذا اللقاء المثير والممتع. فاليك الكلمه عزيزي هيثم.